مين يصدق ان معظم الفنانين اللي بنعتز بأعمالهم دلوقتي في وقتهم الناس كانت رافضة فنهم ده، وبمرور الوقت عاشوا فقراء ومنبوذين. ويمكن من الغريب ان من ضمن الفنانين دول واحد من اعظم الفنانين الموجودين في التاريخ الفني كله، الفنان الهولندي ريمبرانت هرمينسون فان رين. هنتكلم دلوقتي عن الفنان ريمبرانت. هو فنان هولندي اتولد في مدينة ليدن في هولندا عام 1606، وبعدين استقر في أمستردام في هولندا برضو من عام 1631 لغاية ما مات هناك. ريمبرانت يعتبر من أعظم رواة القصص في تاريخ الفن، وخصوصا أنه بيمتلك قدرة استثنائية في أنه يظهر مشاعر الناس ومظاهرهم الدرامية. كمان يعرف ريمبرانت بأنه رسام عبقري في استخدامه للظل والضوء، وأنه كمان فضل أسلوب الواقعية وأنه هو يرسم من الحياة الحقيقية اللي حواليه، على عكس الفنانين اللي كانوا موجودين في الوقت ده وان هم كانوا بيستخدموا اسلوب الكلاسيكية وان هم يرسموا كل ما هو جميل ومثالي بنسب متساوية. وده اللي خلى النقاد ان هم يشوفوا ريمبرانت ان هو بيميل للقبح على عكس الجمال، لانه هو استخدم الواقعية زي ما احنا قلنا. معظم الفنانين كانوا بيسافروا ايطاليا عشان يدرسوا الفن هناك، لان هي ملتقى الفن زي ما بنقول، ولكن ريمبرانت ما سافرش ايطاليا، ولكن اتأثر بالاساتذة الإيطاليين الفنانين يعني. كمان اتأثر بالفنانين الهولنديين اللي سافروا إيطاليا زي الفنان بيتر لاستمان والفنان بيتر بول روبينز. اسلوبه مميز جدا، كمان ضربة فرشته بتبقى سميكة وواسعة، ودي هنشوفها لما نكبر لوحاته. كمان استخدامه المميز للظل والضوء واللي هو يعرف باسلوب كياروسكورو اللي اتكلمنا عنه قبل كده. اتأثر بالفنان الإيطالي كارافاجيو وحركة الكارافاجيزم، وهو فنان في عصر الباروك، وكمان رسم كارافاجيو المميز واستخدامه للظل والضوء، وكل ده اتأثر بيه ريمبرانت في لوحاته بالرغم ان هو ما سافرش إيطاليا خالص. لو هنلاحظ هنلاقي ان ريمبرانت ركز في لوحاته على مزاج شخصياته وعلى تعبير الوش الملامح الجسدية، وده هنشوفه في رسمه لمجموعة كبيرة من الصور الذاتية او البورتريه سواء لنفسه او لاشخاص تانية. اشتهر ريمبرانت ان هو كان بيرسم بماء الذهب، وانه رسوماته بعد كده كانت بتتجمع عشان بتبقى تدريبات او دراسات لاعمال تانية بيستخدمها الفنانين ان هم يتدربوا عليها. بعض الاقاويل بتقول ان ريمبرانت مات فقير، وخصوصا انه الناس في الوقت ده ما كانتش فاهمة فنه، لان هو كان بيميل الواقعية على عكس ذوق الناس اللي كان بيميل الكلاسيكية في الوقت ده. يقال ان اعمال ريمبرانت بعدين اتشهرت بين الخبراء وبين جميع التحف. جميع التحف دول ناس كانوا بيشتروا اعمال الفنية وبعدين ياخدوها معاهم بلاد تانية وبيبيعوها كأنهم تجار فن. كمان ريمبرانت يعتبر من رواد الحركة الرومانسية، وهي حركة ابتدت في اواخر القرن الـ18 واوائل القرن الـ19، وهي حركة بتعتمد في الرسم على إظهار المشاعر على الألوان الحية أكتر من استخدامها للمنطق والمثالية اللي كانت سايدة في الوقت ده، واللي هو الأسلوب الكلاسيكي زي ما اتكلمنا عنه. من أشهر أعماله صورة شخصية ذاتية لريمبرانت أو سيلف بورتري، العاصفة على بحر الجليل، عودة الابن الضال، التشريح مع دكتور توليب، ومؤامرة كلاوديوس. وأخيراً ريمبرانت مات في 1669، واتشهر جداً بعد ما مات، ويعتبر من أهم الشخصيات في تاريخ الفن كله بالأخص هولندا.